وافرحي يا راية العز والقمة قطر، وافرحي بالليل عينك تبيع أعمارها. رفرفي يا راية العز والقمة قطر، وافرحي بالليل عينك تبيع أعمارها. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا والله مسهلا يا شباب. شحالك ساك طيب شحالك رفرفي يا راية العز والقمة قطر وبعدين وفرحي بالليل عينك تبيع أعمارها. واحنا دائما ما نبدأ حلقتنا معاكم مشاهدينا الكرام في هذه الأغنية اللي دائما ما نرددها واستنبطنا فكرة البرنامج منها، يا قطر أنت الحياة أنت الوجود، يا قطر يا أغلى لحن في الوجود، يا قطرنا يا أملنا حبنا لك ما له ثمن ولا حدود. هذا الحب اللي لا تختصره كلمة في حق الوطن اللي قدم لنا الكثير والكثير. الله يدوم على وطننا الأمن والأمان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بالحب والوفاء نجدد العهود معكم، كذلك نرحب فيكم في خامس حلقة من حلقات برنامجكم يا قطر. مثل ما عودناكم راح يكون التواصل معنا من خلال العناوين الظاهرة على شاشة قناة الريان اللي هي صفحة قناة الريان، مواقع التواصل الاجتماعي، واسم البرنامج اللي هو أهم شيء هاشتاج برنامج أندرسكور يا قطر، أو تتصلون على 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1. حياكم الله جميعا في برنامج يا قطر. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ضيوفنا الليلة هم من أصوات وشعراء قطر، ارسموا الإبداع عن طريق خاص وبأصواتهم العذبة وأشعارهم الجزلة، تغنوا بحب الوطن وقدموا لنا الكثير، وقدموا لكم وللساحة الشعرية العديد من العرضات والشيلات عندنا في قطر. واليوم جو معانا عشان يشاركونا فرحة الوطن. خلونا نرحب في النزاع والمنشد محمد بن ناصر المناعي. بناصر مساك الله بالخير، ونرحب فيك في برنامج يا قطر. بداية أهن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني الله يحفظه، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الله يحفظه، بهذه المناسبة السعيدة يوم التكاتف، يوم هالقطر فرحتهم في العرضات في المناسبات. اي نعم، الله يجعلها ان شاء الله دوم علينا في قطر ان شاء الله. الله يحييك يا ابو ناصر. كذلك مشاهدينا معنا الشاعر علي بن محمد الكواري. مرحبا ومسهلا يا علي. علي انت بديت معنا تو، ولكن اللهم لك الحمد بديت انت بقوه، يعني نشبه ظهورك بالسرعه ذي وبالقوه ذي، يعني المحترفين ما يسوونها بهذا الشيء. هذا توفيق من رب العالمين اول شيء، وبعدين كل ما تكتب في الوطن كل ما كان يستصغر الانسان نفسه، يبغي اكبر واكبر واكبر. نعم. يعطي اكثر. نعم. يا مرحبا ومسهلا يا علي، ونبغي كلمه منك في بدايه هذه الحلقه. بدايه ارفع اسمايات التهاني والتبريكات الى مقام حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، ولا مقام حضره صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه الله يحفظه، والشعب القطري كافه بمناسبه هذا اليوم. طبعا هذا اليوم سبحان الله، يعني يوم فيه جمعه، فيه وناسه، فيه عرضه، يتحرون هالقطر يعني من الحول الى الحول، ونستانس فيه بجمعه الجماعه والربع وننتظره وكذا. وطبعا بالنسبه حق الوطن والشعر في الوطن، اقول لك يعني مهما تغنيت فيه مقصر صغير ومهما قليل قلت صحيح ابدا، تحس انك لا ما اعطيت شيء، نقطه في بحر. وانت صادق، وسبحان الله يعني مهما كتبت فيه، يعني تحس يعني احيانا اكتب ابيات احس انها مو في يعني ما لا خليها ما على جنب، ما توفي الحق اي عرفت، خليها على جنب، اقول لا بكتب احسن من هذه. ومهما كتبت احسن سبحان الله ما احس في شيء من الشعر اللي كتبته انا يعني يوصف قطر حق الوصف. يعني يمكن الغزل الوحيد مشاهدينا الكرام هو عند الشعراء او المشدين اللي هو الغزل في الوطن، هو اللي ممكن الشاعر يبدع فيه وياخذ راحته. له نكهه خاصه. نعم بالضبط. وهذا اللي ان شاء الله بنسمع مع من الشاعر ومن ان شاء الله المنشد باذن الله تعالى. لكن مشاهدينا خلونا نروح الحين الى فقره اللي هو السوشيال ميديا وتفاعلكم معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيناها لكم قبل شوي، وخلنا نشوف مدى تفاعل الناس مع هذه المحبه والفرحه مع عبد الله المناعي. عبد الله مساك الله بالخير، وش مدى التفاعل عندك؟
الله يمسيك بالنور يا حمد ويا صباح، ومسي على الضيوف اللي عندكم. بصراحة أيضا عبر تويتر أو عبر الإنستغرام في غزل كثير من هالقطر لهذا الوطن. وصلتنا مشاركات عبر تويتر، مشاركات عبر الإنستغرام. خلونا نشوف بعض من هذه المشاركات. مشاركة تقول من التويتر: الله يديم عليكم الأمن والأمان يا أهل قطر، ومبارك للشعب القطري بحكومته، ومبارك للحكومة بشعبها، كل عام وقطر بخير، وكل عام وقطر حبيبتي. الله يبارك في عمرك يا أشرف. وعندنا أيضا مشاركة من الإنستغرام لبنت عسى الله يحفظها إن شاء الله ويطرح فيها البركة، من وضحة الهاجري، صورة جميلة. وأيضا مشاركة أخرى عبر الإنستغرام لبنت بخنقها ومشاركتها في درب الساعي. سبحان الله، حتى الغيوم هذه الأيام قاعدة تتشكل على شكل خارطة قطر، يعني حتى السماء قاعدة تحتفل معنا. مشاركة أيضا أخرى عبر الإنستغرام للمشاركة العسكرية، ومشاركة أخرى يعني حتى في الأكل قاموا يتفننون، حتى في الأكل وضحت الوطنية. ومشاركة أيضا أخرى عبر الإنستغرام لبنت يحليلاتها قاعدة تكتب، يعني وهي تلعب ما نسيت أنها تتلاعب بوطنيتها وباسم قطر من فجر راشد اليربوعي. مشاركة أيضا لأحد مرتادي البحر وهو يحتفل باليوم الوطني على طريقته. وأيضا مشاركة أخرى عبر الإنستغرام لشباب الله على ذيك الأيام، عاد على أيام ما كنا نلعب تيل. اي والله ما يندرى، حمد العيده قال لنا يعرف يلعب كيرم، ما يندرى يعرف يلعب تيال ولا. نشوف مشاركه ثانيه لاحد الصور المنزليه، طبعا هالقطار في المنزل دائما في الافراح يحبون يوثقون ذكراهم وذكرياتهم الاسريه بالصور، وما نسوا انهم يوثقونها بالعنابي والابيض من ريم البدر. هذه المشاركات اللي وصلتنا حتى الآن. نذكركم بمشاركة أو بمسابقة التصوير، لا تنسون تشاركون معنا بمسابقة التصوير، وشروطها كالتالي: هاشتاج برنامج أندرسكور يا قطر، ولازم تكون الصورة من تصويرك وترفق معاها اسمك الثلاثي وتاج ومنشن الحساب قناة الريان. على فكرة توصلنا مشاركات كثيرة، لكن للأسف يفترض أن ترفقون أساميكم الثلاثية معاها. لا تنسون هذه الشروط حتى يتسنى للجميع الفوز والمشاركة معنا. حمد الصباح، هذا اللي وصلنا له لحد الحين، الكلمة عندكم. مشكور يا عبد الله، والتفاعل بعد شوي بتشوفه إن شاء الله، بتشوف التفاعل بزيادة بإذن الله تعالى. حن ندعو مشاهدينا الكرام أنهم يشاركونا فرحة قطر من خلال تويتر ومن خلال انستغرام. صباح انت الحين ما شاركت؟ انا مشارك يا حمد، وادخل على تويتر وشوف المشاركات اللي شاركها. انت تشارك وانا ريفيت هذا الكلام على طول. احنا نتشرف بمتابعتكم جميع مشاهدين الكرام، والهدف ان نعيش مع بعض فرحه بلادنا قطر في اثناء احتفالات اليوم الوطني اللي الكل فرحان فيه. يمكن كل شخص فينا، ان كان ابو ناصر ولا ابو محمد، كل شخص علي يعيش فرحة بلاده على حسب المجال اللي هو فيه. صحيح صحيح. الإعلامي يقدم البرنامج، المطرب يغني أغاني وطنية، والشاعر يكتب قصيد، فودنا نسمع. حتى الرسام حتى الرسام كل الأشخاص المبدعين، المصور يصور، النزاع ولا راعي ينزل، المنشد ينزل ويقول، كلن يعبر. صحيح. لكن صباح قال لك نبغي قصيدة يا أبو محمد إن شاء الله وطنية في هالأثناء إن شاء الله. طبعاً سبحان القصيدة يعني شوي ملائمة البرنامج، بما أن اسم البرنامج يا قطر أقول هذا حظنا الطيب، حظكم طيب، حظي أنا طيب إن جزمع. ساعة مبارك يا أبو. أقول قولوا قطر، قولوا قطر، نعم قطر طول الأيام والمجد، جولوا بوله لين أخيره، مدام قايدنا تميم أصبح الزام إنا على العليا نقود المسيرة. مدام قايدنا تميم أصبح الزام إنا على العليا نقود المسيرة، حاكم يحقق بالفعل كل الأحلام من مولده، وهو على هالوتيرة خلا قطر نارا على رؤوس الأعلام بين الدول وبحجمها صغيرة. خلا قطر نارا على رؤوس الأعلام بين الدول وبحجمها صغيرة، دارا حماها كل فارس ومقدام وحدودها حد السيوف الشطيرة. دارا حماها كل فارس ومقدام وحدودها حد السيوف الشطيرة، وحنا جنوده بالتفاني والاقدام، قول وفعل فالنايبات الخطيرة.
حنا جنوده بالتفاني والاقدام قول وفعل في النايبات الخطيرة أصغر رجل فينا لثار الدخن قام بصدره العاري صد الذخيرة أصغر رجل فينا لثار الدخن قام بصدره العاري صد الذخيرة قد قال هل لي أسس الدار بحكام جاسم خشير المجد مدري عشيرة هدأتنا يفرح بها كل منظام على العدا مثل الليوث المغيرة هدأتنا يفرح بها كل منظام على العدا مثل الليوث المغيرة درس تعلمناه من سالف أعوام عليه سوينا بالأمجاد سيرة إن الدول ما هي على حسب الأحجام أهم شيء إن المواقف كبيرة الله سلامة. الله صح الله سامك يا محمد الله كبير أنا برجع لك على جزلة المجازفة هداتنا يفرح بها كل منظام إيه. أنت غامرت أنت في تغيير الجملة ولكن إيه. تغيير ما شاء الله كان إيه هو لأن عشان القاف عشان القاف القاف إيه قصيدة المؤسس ما خليت الله عليك كانت على أون مغبون إيه على أون إيه وأنا قصيتي على قافية آم فجبت منظام هو المنظام المغبون يعني هو منظام مغبون أصلاً واكب نفس المعنى وبيض الله يسلمك أبو محمد إحنا بعد مشاهدينا الكرام نرحب بتواصلكم ومشاركتكم وتفاعلكم معنا من خلال العناوين الظاهرة أمامكم على الشاشة عبر واسم البرنامج برنامج أندرسكور يا قطر وأيضا رقم قناة الريان 4444-1811 احنا نرحب في كل الاتصالات اللي بتجينا وتشارك فرحة بلادنا قطر في هذه في هالأفراح هذه وهذا اليوم المميز على قلوب كل قطر يا حمد صحيح الله يحفظك مشاهدينا الكرام كلي فخر يوم أقول إني كلي فخر يوم أقول إن أنت بلادي يا ديرة العز يا قطر فاصل قصير يا مشاهدينا الكرام وراجع لكم مع برنامج يا قطر لحد يروح خلكم معنا يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدين الكرام رجعنا لكم من جديد في برنامجكم اللي يرصد نبض قلوبكم في حب هذا الوطن الغالي والحين متواصلين مع ضيوفنا المميزين الشاعر علي بن محمد كواري والشاعر والمنشد والنزاع محمد بن ناصر المناعي يا مرحبا بك يا ابو ناصر اليوم الوطني يوم فرحة والكل يستانس في هاليوم الوطني يا ابو ناصر سمعنا احنا قصيد من ابو محمد لكن نبغى شيء منك يا ابو ناصر حضرين انا وعلي شيله وطنيه بدايتي قبل هنا يا وطن حقتك انت وعلي بنخليها اخر شيء نختم بيها مثل ما بدينا فيكم لا لا في شيء غير ان شاء الله لا نبغى ايش رايك يا علي عشان ما نرجع عندك مساحه لا لا انا ما عندي مشكله انا شيله هم مرتبها مشكله انه بيبدا هو بيكون زين ايش صبر صبر ابو محمد ليش يعني انحرش ترى عادي لا ما انحرش لا ايزي ايزي ابو ناصر ما نخليها في خاطر محمد نزعها يلا بيكون معك محمد بيكون معك بيكمل زين يلا بسم الله بل هنا يا وطن يا ذراك الخايف بل هنا يا وطن بل هنا يا وطن يا ذراك الخايف بل هنا يا وطن يا زبون المجنة بلقانا والرايف
يعزبون المجان بالقناة والرايف يعزبون المجان من هقى الذل من نرجعه بالحسايف من هقى الذل من نرجعه بالحسايف من هقى الذل من شعبنا ما توانى ما يعرف النكايف شعبنا ما توانى ما يعرف النكايف شعبنا ما توانى للمعالي تعانى لنا رام النوايف للمعالي تعانى لنا رام النوايف للمعالي تعانى تحت ضفك تهانى يا دارك الخايف تحت ضفك تهانى بالهنا يا وطن يا دارك الخايف بالهنا سلامتك الله يسعدك ما قصرت ما شاء الله تناغم جميل يا ابو سعد انا معجب صراحه لا موجودين بتحصلهم قدام جهزوا روحكم عرضة الوجه ان شاء الله ما يحتاج اي والله وجيكم مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معكم في التعبير عن حبكم لهذا الوطن من خلال اتصالاتكم على برنامج يا قطر والرقم هو 444-444-181 الرقم مبين قدامكم على الشاشه في انتظار عندنا اتصال بسالم محمد من العزيزيه مساك الله بالخير يا محمد ويا مرحبا بك في برنامج يا قطر مساكم الله بالخير جميعا انتم الشعراء والعيده يا مرحبا مرحبا حياك الله يا محمد تفضل يا محمد الله يحييك حبيت ابارك للشيخ تميم بن حمد الله يحفظه الله يحفظه الثاني مناسبه هذا اليوم وإلى الأمير الوالد الله يحفظه ولجميع الشعب القطري وأحب أوجه كلمة شكر للمربطين على حدود اليمن الله يحفظهم ويردهم بالسلامة إن شاء الله إنهم يردون سالمين إن شاء الله الله يردهم إن شاء الله بالسلامة بيض الله وجهك يا محمد شعور لا يستغرب في اللي مثلك وشرواك معنا كذلك جاسم بيض الله وجهك يا محمد شكرا لك يا محمد عنا جاسم نعم. جاسم من أصغاوة مساك الله بالخير يا جاسم ويا مرحبا بك في برنامج يا قطر مساك الله بالنور يا أبو ربيع أمسي عليك وأمسي على الشباب الموجودين يا مرحبا والله مسهلا أقدم أسمايات ثاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الله يحفظ الشيخ بن حمد بن خليفة الثاني وإلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الله يحفظ بمناسبة من اليوم الوطني نعم والله يعود علينا إن شاء الله كل سنة اللهم آمين كلنا نحتفل فيه ونفخر فيه صدق. حب الوطن مو بيوم صدق. حب الوطن كل يوم صدق. هذا الكلام هذا الكلام يا جاسم جاسم عندك سؤال ولا كلمة حق الشباب الموجودين عندنا في الاستديو والله أبو محمد حق علي بن محمد نعم يذكرون في الغزل إذا في إمكانية نبي نسمع غزل منه شوف بالنسبة لنا يا جاسم إحنا ما عندنا مشكلة بس إذا هو موافق ما عندنا مشكلة الله يسلمك أنا بعد ما عندي مشكلة يا خلاص جهزها إن شاء الله كم يا جاسم أبشر بالخير يا جاسم دعت غيره يا جاسم الله يحفظك الله يحييك ويسلمك سلم على الربع اللي عندك والله يوفقك إن شاء الله ما طلب شيء جاسم بس قصيدة واحدة ان شاء الله كان ابغى يطلب اكثر حاضرين يستاهل جاسم هو يمكن كان يقصد خمس قصائد ترى خمس قصائد جهزه جهزه ان شاء الله يستاهل ما نقول لا نعم يستاهل الله يحفظك من عندنا فايزه؟ نعم سكايب عندنا سكايب احد الطلاب المغتربين اللي على الرغم يعني من ابتعادهم عن ارض الوطن الا انهم يصرون على الاتصال والاحتفال معانا في اليوم الوطني هم ربعنا واخواننا طلابنا المبتعثين في الخارج
الحين بيكون معنا مشاهدين الكرام واحد من طلابنا المبتعثين من بريطانيا. مساك الله بالخير يا عبد العزيز، يا مرحبا بك في برنامج يا قطر، وحدثنا عن شعورك في هذا اليوم الجميل. الله يمسيك بالنور والسرور يا اخوي صباح، انت الحضور اللي معاك. يا مرحبا ومسهلا عبد العزيز الدرويش. مرحبا. هلا اخوي حمد. يا مرحبا ومسهلا، شلونك؟ مساك بخير. الله يحفيك ويسلمك. يا معانا ترى معك في الاستوديو محمد بن ناصر المناعي وزميلكم الطالب علي محمد الكواري. ونعم ونعم فيهم جميعا، مرحبا فيهم. وكلنا نشوفك، والحين نبغى نعرف شعورك بهالمناسبه. طبعا شعور لا يوصف، طبعا اكيد كلنا كمواطنين قطريين فرحانين باليوم الوطني حق بلادنا العزيزه قطر. اكيد واكيد احنا كطلاب واجب علينا ان احنا نحتفل ونعرف الغرب بهاليوم وشنو يعني لنا. واحنا كطلاب هني في بريطانيا في مدينه درسفيلد احتفلنا باليوم الوطني في الجامعه، وكان يعتبر من اكبر الاحتفالات اللي استوت على مستوى الجامعه. الحمد لله ما شاء الله. تنظيم من جمعيه الطلاب القطريين اللي راسها محمد الكبيسي. الله عليكم. وحضر الحفل، كان الحضور كبير اكثر متوقع، حضر تقريبا فوق 900 شخص من مختلف جنسيات العالم. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. وكان على راس الحضور عمده المدينه، عمده مدينه درسفيلد مع زوجته، وكان من المكتب الثقافي الدكتور محمد الكعبي. من السفارة؟ اي من السفارة القطرية اللي ما قصروا بيض الله وجيههم، وكانوا معنا، وكان معنا عمدة الجامعة. ويعني كانت فكرة الحفل مستوحاة من اكسبو ميلان. أي. طبعا السكشن مال قطر كان في الاكسبو كان مميز جدا، فاحنا كان مميز كان مميز ومنوع يا محمد. لكن انا اللي أبغي أسألك يا محمد، في اليوم الوطني كل شخص مبتعد عن بلاد قطر أكيد قاعد يشتغل ويدرس عشان يرد لبلاد قطر ويقدم لها الكثير. شعوركم أنتوا كطلاب وأنتوا مغتربين عن بلادكم قطر في هالفترة هذه، خاصة فترة الاحتفالات في اليوم الوطني؟ والله احنا بالذات بالتحديد في درسفيلد صراحه مو بحاسين بالغربه، ما شاء الله احنا 350 قطري. الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. ان شاء الله على الخير والطاعه. فتحس تحس نفسك بين ربعك واخوانك يعني. اهم شيء يا محمد يا عبد العزيز الاستفاده، الدراسه مو اليمعات والقعدات. لا اكيد الدراسه هي اول شيء، لكن بعد نفس ما تعرف اوقات الفراغ وهاي ودك انها تكون بين اخوانك. اي ما عليك، ما عليك، من صباح الا استانسوا وارزفوا وتجمعوا وعبروا عن حب الوطن، وان شاء الله تدرسوا ما فيكم ان شاء الله قصور. ان شاء الله الا ارزفوا واستانسوا وتجمعوا. خير خير ان شاء الله في قبال. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا لك يا عبد العزيز درويش. مديره هدرس، ما ادري والله ايش هدرسفيلد. هلا ضيعت اسمها، الله يوفقكم ان شاء الله. راحت اللغه من حومتك يا حمد. مشكور يا عبد العزيز درويش، بيض الله وجهك، ما قصرت. سلم على الطلبه كلهم، اخوانك وحتى الطالبات القطريات، سلم عليهم كلهم سلام واجد. يبلغ يبلغ ان شاء الله. الله يحفظكم ويردكم ان شاء الله بالسلامه. ايوه ان شاء الله. فالكم التوفيق يا عبد العزيز. الحين مشاهدينا الكرام نروح معاكم حق غرفه التواصل الاجتماعي مع اخونا وزميلنا عبد الله المناعي، وجديد تفاعل الناس معانا في برنامج يا قطر. عبد الله عندك الكلمه. يا هلا يا صباح وحمد، نرحب فيكم مره ثانيه من غرفه التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. طبعا وصلتنا يعني مشاركات عديده وغزل هالقطر طبعا في اليوم الوطني. خلونا في البدايه نشوف بعض من هذه المشاركات اللي وصلت لنا. مشاركه من اسراء فيصل الهاجري لبنت مع علم قطر، عسى الله يحفظها. مشاركه اخرى ايضا بالانستغرام لطفل عسى الله يحفظه، صوره جميله بصراحه وهو شايل سيفه، والله صوره لطفل معبره جدا وهو يصعد فوق بالعلم ويؤدي التحيه، صوره جدا معبره. وايضا صوره اخرى يا حليلاتهم الله يحفظهم ان شاء الله، لاطفال وهم يلعبون بعض في اليوم الوطني. وصوره اخرى ايضا معبره جدا لطفل في المسير وهو يؤدي التحيه، وامامه شعار اليوم الوطني من صالح عبد الله المير.
ومشاركة أخرى أيضا عبر تويتر. والله شوي شوي قام يطلعون هذا تويتر. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل سمو الأمير. اللهم آمين يا ناصر. مشاركة أخرى أيضا عبر الإنستغرام لطفل يسل سيفه للشيخ حمد بن تميم بن حمد آل ثاني. صورة للشيخ تميم للشيخ حمد وهو يسل سيفه، عسى الله يحفظه ويبلغنا فيه إن شاء الله. وصورة أخرى أيضا من الإنستغرام لتجهيزات هالقطار بسيايرهم وأعلامهم وعلم قطر مثل ما نقول إحنا دائما يرفرف فوق البيوت. ومشاركة لطفلة عسى الله يحفظها إن شاء الله، لابس العنابي والأبيض وصورة الشيخ تميم جنبها. مشاركات جميلة. وهذه مشاركة أيضاً لطفل هايم هايم قاعد يفكر، والألعاب النارية حواليه وهو بالزي العسكري من سالم عبد الله. عسى الله يحفظ لكم الولد يا سالم. مشاركات جميلة بصراحة يا صباح وحمد. وصلتنا من هل تويتر وهل انستغرام. نذكر بموضوع المسابقة مرة ثانية، لا تنسون مسابقة التصوير في الانستغرام. شروط المسابقة انك تشارك بصورة من تصويرك وتضيف معاها هاشتاج برنامج اندرسكور يا قطر واسمك الثلاثي ومنشن وتاج لقناة الريان. لا تنسون هذه الشروط يجب توافرها عشان تنقبل صورتك وتفوز معنا. فالكم الفوز جميعا وننتظر ابداعاتكم. صباح وحمد هذا اللي وصلنا له حتى الآن. خلنا نشوف شعرية الشعراء اللي عندكم. يا مرحبا بك يا عبد الله، شكرا لك وشكرا لكل من يتفاعل معنا عبر وسم برنامج يا قطر، برنامج اندرسكور يا قطر. ابو محمد نرجع معاك، ويمكن شفنا اخونا عبد العزيز درويش في هيدرسفيلد، الله يوفقهم ان شاء الله ويرجعهم لنا بالسلامه. تكلم عن حفل صار انت بعد في كاردف، بما انك تدرس في كاردف الله يوفقك وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. سويت احتفال، شنو هي اهميه الجمعه هذه الاحتفال باليوم الوطني وانت في بريطانيا؟ الله يسلمك. اول شيء اللي سووا الاحتفال اتحاد الطلبة، انا شاركت معهم، سووا سوسيتي، كتب سوسيتي هنا في كاردف. رئيس الاتحاد السيد محمد الغياثي مسي بالخير. مسي بالخير. طبعا جاتني دعوه اول شيء من اتحاد الطلبة في ليفربول. توني بقولك بعد في ليفربول عرضناها في برنامج ترحيب. جاتني دعوه رسميه من رئيس الاتحاد هناك الله يذكره بالخير، حامد الملك. انا وقال لي عشان احضر، لكن سبحان الله في اليوم اللي هم عند فيه حفل عندهم عندي برزنتيشن انا العصر خير حتى مو بالصبح. اي الحمد لله والله توافقوا، حفلهم حلو بعد. اي شفناه عرضنا في قناه تقرير. وبس ان نظموا الشباب بعدهم بيوم او يومين حفل في كاردف، كلموني سويت قصيده وعديت القصيده هذه اللي قلتها. اي عديتها في الاحتفال في الحفل هناك، كان فيه يعني أخوة ومحبة بين القطريين وتجمعنا. حتى أبو محمد يعني الناس اللي الأجانب الموجودين يعني البريطانيين، حمد أنت في الاحتفال ترى أنت تعرفهم على تراثك وعلى تقاليدك وعلى عاداتك من خلال الأجواء اللي أنت تسويها هناك، العرضة الشعر اللي تسوونه، حتى البوثات اللي يسوونها الشباب. هم هذا هم أرسلوا دعوات حق الدكاترة في الجامعة وحضروا ناس من الجامعة وكذا، فدائما ما تحصل نظرتهم يعني على أن يعني شلون هالتطور في هالبلد، شلون يكون في تطور في كذا، في نفس الوقت عندهم لحين يرزفون بسيف، لحين يلبسون غترة وعقال، وعندهم تطور بعد في نفس الوقت. في احتفاظ بالهوية مع التطور في نفس الوقت. بيض الله وجيكم. الله يجمعكم إن شاء الله على العز والطاعة بإذن الله تعالى. اللهم آمين. أبو ناصر إيش رأيك في الاحتفاليات اللي تصير أو اللي يسوونها الطلبة دائما في بريطانيا، حتى الطلبة في أمريكا أو حتى المرضى اللي في أمريكا اللي نعرف أنهم سووا احتفاليات واجتمعوا في ألمانيا الله يردهم بالسلامة، في تايلند، في كل مكان يا حمد، في كل مكان اللهم لك الحمد، سواء كانوا طلبة أو مرضى. إقامة مثل هذه الفعاليات من الناس نفسهم، هم اللي يطلبون هذا الشيء، إيش يعني لكم أنتم كشباب قطريين؟ فرحة هذه يا أخوي، هذا واجب على كل مواطن، إن كان في الدوحة في قطر ولا كان برا ولا، هذا واجب يا اخوي، هذا يوم فرحه يا اخوي. الكل يشارك فيه، الصغير والكبير والكل يشارك فيه، حتى المرضى الله يشافيهم ان شاء الله اللي في الخارج ندعيهم بالشفاء، مشاركين لنا الفرحه هذه بصراحه يوم ساعدهم حتى نفسيا. نعم. حتى السفارات، السفاره القطريه في اي دوله دائما هي اللي تسعى للشيء ذا وتحاول توفر للطلبه والمرضى البيئه اللي هي بيئه انه ما يحس بغربه، سواء كان في علاج او في دراسه. ونوجه الشكر لكل
منسوبي السفارات القطرية في جميع دول العالم على الجهد اللي يسوونه. نعم السفارات في وزارة الخارجية بعد أبو ربيعة أنت إحنا في قناة الريان قاعدين نغطي نقرب كل شيء بعيد نغطي الأشياء اللي هم قاعدين يعرضونها كأقل واجب منا في قطر وفي قناة قطرية إحنا نقدمه لإخوان الدبلوماسيين أو حتى المرضى والطلبة. لكن لو أنك معهم كان بتشارك بشيء من بالله بشار نبغي منها بيتين هاي طبعا اي بالله موجود جاهزه لا ناخذ لا فاصل ونرجع لك توكل على الله جاهز فاصل ونرجع عندك يا صباح يا قطر انت الحياه انت الوجود يا قطر يا احلى لحنه في الوجود متواصلين في هذه الاجواء الجميله والممتعه معاكم مشاهدينا الكرام لكن بنروح الى فاصل ومن بعده نسمع شيرة محمد بن ناصر المناعي فاصل ونواصل حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج يا قطر لازلنا معكم متواصلين نوصلكم مشاعركم نعرض مشاعركم ونسمع مشاعركم في برنامج يا قطر نذكركم بأرقام الهواتف عندنا في برنامج يا قطر 444-441-81 ولا تنسون الهاشتاج برنامج أندرسكور يا قطر ونبغي تفاعلكم مشاهدينا الكرام علشان نعرضها على شاشة قناة ريان أبو ناصر قبل الفاصل طلبنا منك شلة خدنا الفاصل بس ننطر الشلة موجودة الشلة يلا جاهزة ها؟ إيه موجودة كفو يا أبو ناصر يقول بو حمد راعي تبقى تشد المجد وركونا شيخنا الواعي الله ساعة الساعي للطايلة كل العرب دون شبرهم باعي لهلا بتن بالروح يفدون أمرهم طاعي شعب وندعى الداعي يبشر بما تضحك له سنون بو حمد راعي تبقى تشيد المجد واركونا سلام عليكم من هي هذه؟ عليك عبد الله بن حسين الساد الله يرحمه دكتور قديمة هذه قديمة توه متوفي مهم من الله 6 سنين 5 سنين الله يرحمه ويغمد روحه حلو آمين حلو بقصيده وبالشله الله يطول عمرك مشاهدي الكرام الحين احنا متواصلين مع تواصلكم وتفاعلكم عبر برنامج يا قطر والحين معنا اتصال من اخونا خالد من دحيل خالد مساك الله بالخير ويا مرحبا بك في برنامج يا قطر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام يا مرحبا والله وسهلا مسي عليك بالخير يا صباح يا صديق الطفولة الله يمسيك بالنور والسرور يا مرحبا كان تتصل في أصدقائك يا خالد والله والله ما أدري شوف يا مرحبا يا خالد شوفوا لون وجهي إذا تغير معك والله ما أدري بسبب الله بس من خالد خالد عليكم بالخير ومسي على خالد اسمع شمالي بالخير الله يمسيك بالنور والسرور بس ترى للحين ما عرفتك خالد بن أخوك خالد بن خليفة الأسباح الشبيسي والله سبعة العاب يا مرحبا يا خالد الساعة المباركة اللي شرفتنا بسماع صوتك يا أخوك
الله يرحم والديك ساعته كبرك. الله يجزاك خير. خالد شلونك؟ عساك بخير، عساك طيب. محمد شلونك؟ كم قد لك ما قعدتك مع صباح مباشرة؟ والله من زمان والله عمي. فاجأني والله العظيم. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. خالد ما يصير، لحظة لازم ترد علي، لا تروح. مبطي منه ولا تو؟ والله من زمان. لا مبطي منه والله شوي، مبطي منه شوي. زين وانت متعمد انك تتصل على صباح ولا عشان نحن في برنامج يا قطر وتعطينا مشاعرك باليوم الوطني؟ ايش تبغي بصباح؟ والله العظيم حمد العيد ولا عوزنا اليوم حمد. ترى بسوي لك علوم بعدين ترى ها. شو سكوتي؟ خالد نبغى شعورك في اليوم الوطني. خالد. وعبرنا عن فرحتك. والله ايش اقول لك؟ صراحة في الايام الجاية دي ايام ان شاء الله انها تكون ايام مبروكة. صدق. امين. وما يحتاج يعني احنا هالقطر اكيد مستانسين وفرحانين في هالايام الجاية ان شاء الله. صدق. احنا نبغى منك وعد انك تجينا في درب الساعي على الاقل. طبعا استديونا في سوق، في سوق واقف اللي هو عند سوق الطيور، ولكن لازم تجي في مقر قناة الريان في درب الساعي وتشارك الربع في الفعاليات ونبغى نشوفك. نواجهك ونسلم عليك. عبرك الساعات والله بشوفكم فيها ان شاء الله. الله يجزاك خير وبيض الله وجهك. بيض الله وجهك. طلب صغير تامر. تفضل تفضل يا خالد. تامر نبي القصائد القديمه يا علي بن محمد الشمالي. يستاهل. حدد حدد. هذا الشمالي له قصه. الله يسلمك. انا ولد خالي علي بن محمد الكواري، وانا علي بن محمد الكواري والاول ساكن في الشمال. فعلي محمد الكواري يا خاص هاي علي الشمالي هاي علي الدوحي. زين ابشر بالخير يا ابشر بالخير ابو خليفه. هو موعدنا بغزليه طلبها منه جاسم من زغوه. هو عمرك طويله ان شاء الله. عمرك تسلم. تسلم يا ابو خليفه. الله يسلمك. شكرا لك يا خالد. بيض الله وجهك على الاتصال الطيب والساعه المباركه اللي سمعنا صوتك. انا ابغى منك الحين يا ابو ربيعه الحين شعورك اذا كلمك صديق لك مبطي منك. والله اني استانس يا حمد، استانس لان انا اول شيء قاعد جنبك. زين حظك طيب. لا لا اكيد من حسن حظي اني قاعد جنبك. والساعة المباركة يعني ما نسمعهم ولا نشوفهم في الدنيا، الحين ايش نسمعهم؟ والله ودناهم يجونا ويشاركونا ان شاء الله في درب الساعي. ان شاء الله العارضة موجودة، كل شيء موجود. اهم شيء بس انتم تعقدون نية ان شاء الله وتعزمون وتجونا الحين ان شاء الله. يا مرحبا قدامكم. يا مرحبا بكم جميع مشاهدينا الكرام. الحين نروح حق اخونا عبد الله المناعي الموجود في غرفة التواصل الاجتماعي، وخلنا نشوف من الفائز اليوم في منافسة أفضل صورة في برنامج يا قطر. عندك الكلمة يا عبد الله. يا هلا يا صباح، والله المشاركات حلوة ومشاركات جميلة والتعبيرات أحلى. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين لفقرة الإعلان عن الفائز في مسابقة التصوير، لكن قبل لا نعلن خلونا نشوف بعض المشاركات اللي وصلت لنا. قطر من تويتر، ما شاء الله هل تويتر مولعين اليوم. قطر فعايل ما لها حد وقياس، يشهد لها وقت الشدايد زمنها، ما أقول بس بفعلها تشهد الناس، لو تنشد الخفجي تعلمك عنها. كلمات جميلة من حد المشاركين عبر تويتر. ومشاركة أيضا هي ملكة ديسمبر، هي عشق ديسمبر، هي جمال ديسمبر، وإن كانت هناك أشياء جميلة فهي قطر. مشاركة أيضا عبر تويتر. أوه هلا تويتر اليوم يعني خوش شيء صايرين. يشهد التاريخ وتحكي الأمم عن قطر العز والفخر منذ القدم، أدعو والله أن يديمها فوق القمم، كل عام وانت الخير يا وطن. مشاركة أيضا عبر الإنستغرام حسين علي الحداد، مشاركة جدا جميلة ومعبرة عن فعاليات درب الساعي وخصوصا فعالية خدمة الوطن، واحنا دائما في خدمة هذا الوطن. مشاركة جميلة جدا لبنت على السيف ومعاها حصان وغارزة علم قطر على السيف من عائشة سالم. أهنيك على هذه الصورة يا عائشة. الله من هيا سالم، صورة لطفل يقبل علم قطر، صورة جدا معبرة بصراحة. وصورة أخرى أيضا من أنوار أحمد. بصراحة الصور اليوم كل واحدة تقول الزود عندي، يعني بنات شحليلاتهم، يعني الواحد يعجز يعبر عن جمالياته يعني وتعبير هالقطر عن حبهم لهذا الوطن. كل واحد يتفنن بطريقته وكل واحد يعبر عن اللي بداخله ويعبر عن حبه لهذا الوطن بطريقته. وصلنا معاكم الحين عن الإعلان
عن الفايز، من تتوقعون الفايز؟ شوفوا معنا على الشاشة. الفايز معنا اليوم في مسابقة التصوير هي هيا سالم، صورة جدا جدا معبرة لطفل يقبل علم قطر ولام العلم ولبس العسكري يبين انه فداء لهذا العلم ولهذا الوطن. مبروك، ألف 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 مبروك يا هيا، فوزك ب5000 ريال اقطري. طبعا كلكم تقدرون تشاركون وتفوزون مثل ما فازت هيا، فقط عليكم انكم تتقيدون ببعض الشروط، الا وهي تكون الصورة من تصويرك الشخصي وتضيف معاها هاشتاج برنامج اندرسكور يا قطر واسمك الثلاثي، وطبعا لا تنسى منشن وتاج لقناة الريان. هذه الصور اللي وصلتنا والمشاركات والتغريدات اللي وصلتنا، وهذه هي الصورة اللي فايزة معانا اليوم. حمد وصباح الكلمة عندكم. شكرا يا عبد الله، ومبارك الهيا، ونشكر كذلك تفاعل الجمهور معنا من خلال هاشتاج برنامج يا قطر. لا زالت المسابقة مستمرة معكم كل يوم لين اليوم الوطني. نبغي منكم تعبيركم تصويركم وتنشرون ترسلوننا على قناة الريان، وأبشروا إن شاء الله بالفوز، سواء الفوز في نحن نعرض مشاركتكم أو حتى تفوزون بالجائزة إن شاء الله. الله يحييهم إن شاء الله. أبو ربيعة الحين عندنا اتصال. يا أبو سالم، مفاجأة إن شاء الله. نسمع الاتصال. معانا أم ناصر من بظروف. يا مرحبا يا يمه. مرحبا يا يمه. علي يبارك. الله يحييك ويسلمك، الساعة المباركة اللي تتصلين فينا في برنامج يا قطر. الله يسلمكم ويطول عماركم. ومن قال يا يمه الله يحفظك. يمه شلون شربش طيبة. أهلي الشيخ تميم. الله يحفظك. أهلي الشيخ حمد. الله يحفظك. أهلي شعب قطر كله. اللهم آمين. يعلم مبارك عليهم إن شاء الله. الله علينا وعليك تبارك يا يمه. وعليكم يا يبه. الله يحييكم. الله يحييك يا يمه. يحييكم ويسلم هالقطر كلهم. آمين آمين. يمه احنا في الاستديو كلنا عيالش، لكن في حد تبغين تكلمينه في الاستديو، من هو؟ محمد بن ناصر. يا هلا يا مرحبا يمه. هذه جدة محمد بن ناصر. هلا يا مرحبا الله يحييك. هاي شرف، شرف لي يا يمه، شرف لي. ما تطلنا يا عندنا في قناة الريان. يبارك فيك. الله يطول عمرك، هاي شرف والله لي وتاج على راسي. الله يسلمك يطول عمرك. عمرك يا يمه. يماتك اللي عندك. إن شاء الله الله يسلمك. الله يطول عمرك. لكن يمه أنا بقول لك شيء. أيوة. محمد شاعر لكن ما كتب فيك قصيدة، ليش يعني؟ بعد والله يا يبه ما ندرى عن ايش بلا. بنكتب ان شاء الله، بنكتب. سهلين يا يمه. تستاهلين. تستاهلين كل خير يا يمه. مشكوره يا يمه ويطول عمرك. بيض الله وجهك على هالاتصال الطيب، يعني والله انها سعدتينا باتصالك. ويطول عمارهم وعمرك الله يحفظك. عمر تميم وابوه ان شاء الله وعيالهم. اللهم امين. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير يا يمه. بيض الله وجهك على الاتصال الطيب. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظها ابو ناصر. الله يطول عمرك. والله فرحه صراحه اتصلت، هذه امنا كلنا. هاي امنا بعد. اي والله نعم. يعني هذه هي الام الحنون لنا كلنا، حق امهاتنا وحق ابوي وعمامي واخواني ويا العمي، هذه الام اللي هي الله نقول الله يحفظها ويبارك فيها. القصيده جاهزه ان شاء الله، بيكتب القصيده يمه ان شاء الله تعالى. تستاهل. ما كتبتها جيناك في الظروف. يا وينك الله يحفظها ان شاء الله ويخليها ان شاء الله لكم ان شاء الله. امين. اللهم امين. اللهم امين. نعم. ومحمد الطلب اللي جاك من جاسم. الله يسلمك. تبشر يبشر جاسم ان شاء الله. انا هذه قصيده عطفيه. نعم. كتبت 4 أبيات في القطار وأنا طالع من كاردف، 4 أبيات في لندن، 4 أبيات وأنا جايك الحين. وأنت يعني؟ إيه والله. حظنا الطيب إنك بتقول الحين عندنا. الحمد لله. أقول يا عابرة، يا عابرة شوفي وراك الطرقات زحمة بشر، شلون أشوفك وحيدة؟ الأرصفة متمايلة والبنايات كل شيء كأنه بيضمك بيده. الأرصفة متمايلة والبنايات كل شيء كأنه بيضمك بإيده، حتى النهار الآفل انجا يبيبات حزة غروب وحس ليلة جديدة، من بينهم كني أشوف الدعوات كل يبي ربي عشانك يزيده، من بينهم كني أشوف الدعوات كل يبي ربي عشانك يزيده. المعذرة لو بزعجك بضع لحظات ودي لوقتي في جمالك قصيدة، المعذرة لو بزعجك بضع لحظات ودي لوقتي في جمالك
قصيدة ما جيتك أحبك وسوي علاقات أنا بعيد هناك وانتي بعيدة بس أتأمل في العيون الوسيعات وعيش لحظات الحياة السعيدة أنا هربت من الحزن عشر مرات أنا هربت من الحزن عشر مرات وكل مرة هاجي له بنفسي وعيدة أنا هربت من الحزن عشر مرات وكل مرة هاجي له بنفسي وعيدة ولا وقفت أحيان عند المرايات أجرح أحاسيسي بلهجها شديدة إلى متى وأنتي ضحية معانات ما به شقى إلا وحطك وقيدة أواه من ذكرى على غير مشهات كل هم عنها راح لن تستعيده يا عابرة آسف على هالمتاهات من قصتي ما ظنتي مستفيدة خليني أرجع للعيون الوسيعات وأعيش لحظات الحياة السعيدة. الله يسلمك. هذه أبغيها عقب لي. على الخشم إن شاء الله. صح الله يسلمك ويغلى الله وجهك. إحنا الوقت داهمنا ودنا نحن نسولف معكم ونسمع قصايدكم ونسمع شيلاتكم وشلاتكم لكن الوقت وقف. إي والله. فسامحونا على الوقت وسامحونا على سامحونا اذا قصروا منا شيء ولا اي والله وجهك ابيض وانا ابغى قصيده في الوالده اهم شيء مناصر يا ابو نعم تستاهل والله الله يحفظها والله يمسيها بالخير نشكر الشاعر علي بن محمد الكواري على وجوده معنا في استديو يا قطر بيض الله وجهك ونبغى منك زياده ان شاء الله على خير جهز روحك العرضه ابشر ان شاء الله كذلك نشكر المنشد محمد بن ناصر المناعي نقول شكرا على وجودك معنا في برنامج يا قطر ونبغى منك زياده ابشر ان شاء الله احنا يا حمد احنا في قناه الرياض الهدف من استضافه الشباب ان كان علي ولا محمد ان نبرز شباب هالقطر يعني تشوفون الحلقه شبابيه من نزاع من شاعر ودنا احنا قد ما نقدر في قناه الرياض نبرز الشباب القطري في اجمل صوره واجمل حله خاصه في هالاحتفالات هذه اللي نعيشها في بلادنا القطريه بالضبط يا صباح مثل ما عندنا نعرض مشاعركم الطيبه كذلك لكن قبل لا نختم مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد بنعرض مشاعرنا الحزينة فباسمي وباسم كل طاقم قناة الريان وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نقدم واجب العزاء وخالص المواساة وصادق الدعاء لأخونا خالد بن محسن الكبيسي اللي كان موجود يكون معي الله في مكان أبو ربيعة في وفاة ابن عمه فهد بن حمد الكبيسي الله يجعل مثواه الجنة وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون الله يغمد روح الجنة إن شاء الله والوعد بكرة إن شاء الله في نفس الوقت وإن شاء الله يرجع لكم أخوي خالد بمحسن الشبيسي الحين نقول لكم مع السلامة وتمسون على خير تصبحون على خير.